الحين طلع ترند عن برنامج الصحة المستدامة، وشو هالمنتجين اللي في كل مكان يتكلموا عنه؟ تميت أبحث عنهم وهل كلام مبالغ فيه ولا لا؟ وأنا أبحث انبهرت من المعلومات، ومع الأيام شفت نتائج مع نفسي وأهلي وربعي. الحين بنتكلم عن المنتجين بس اللي في برنامج الصحة المستدامة، واللي هم الألياف والمادة، وهم مدرجين في مرجع للأطباء واللي هو PDR، ويعتمدون أي منتج من خلال أبحاث هذه الجامعات والمختبرات والمستشفيات. أول شيء هو الهدف الرئيسي منه الوقاية من السمنة والسكري والكوليسترول والضغط، واللي هم أمراض عصرنا هذا. والحين بنشوف على الشاشة نتائج الأبحاث عليهم من PDR. هذا موقع PDR، وبنتكلم عن المتة اللي هو يكون هذا المنتج. بتكلم باختصار عن البنفيت والريسيرش، يعني الفوائد اللي شافوها من هذا المنتج. سووا هذا التست على جروب، كانوا ياخذوا المتة لثلاثين يوم مرة واحدة لثلاثين يوم، وشافوا النتائج رهيبة، ان 12% انخفاض من الكوليسترول، و 5% انخفاض من الكوليسترول الضار، في الضار والنافع، وانخفاض بعد 11% من الدهون، وبعد زيادة انخفاض في السكري، وانخفاض من نوع ثاني من السكري. فهذه كلها نتائج موثقة لمجموعة من الناس سووا هذه التجربة، وهذه التجربة موجودة في PDR، وهنا موجودة المراجع اللي ممكن تبحثوا عنها. وهذا عن المنتج الثاني الألياف اللي موجود في PDR. يقول لك البحث انه في امريكا يوميا ياخذوا تقريبا 10 جرام من الألياف، وهذا اقل من النص اللي الاشخاص يحتاجونه يوميا، تقريبا 20 جرام من الألياف. فهذا المنتج يساعد انك انت تزيد من كمية الألياف اللي يحتاجها الجسم. لما شافوا النتائج على هذا المنتج الاشخاص اللي جربوا عندهم، شافوا ان السكري عندهم نزل، decrease in glucose levels، ولور LDL كوليسترول، يعني الكوليسترول عندهم انخفض الضار، وبعد شافوا من النتائج الحلوة الويت لوس، نقصان في الوزن. وهنا المراجع لهذه الأبحاث اللي تو شفناها عن الألياف والمتة، وأنا إن شاء الله في الأيام الجاية بتكلم أكثر عن برنامج الصحة المستدامة.